أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد الثامنة من الفلوجة. الحصاد ونبدأه من أبرز المحاور. ولا قواعد عسكرية في العراق، لن نقبل بذلك ولن يكون وليس موجود هذه المعادلة. الفياض ينفي وجود قواعد أجنبية بالعراق ويرفض أن تكون بغداد منطلقا للاعتداء على الجوار. التحالف الدولي يحذر من عودة داعش، والغانمي يكشف عن عمليات مضادة بعمق الصحراء. كربلاء تستقبل جثامين مختطفين نخاب، وذوو الضحايا يحملون الجهات الأمنية المسؤولية. الأدوية الأساسية والمنقذة الحياة التي يجب توفيرها دون تأخير. احنا لما نتكلم على الأدوية الأساسية نتحدث عن حوالي 550 مادة دوائية. نقص الأدوية يهدد آلاف العراقيين. الصحة تكشف شحاف من الأدوية المنقذة للحياة. انطلق في العاصمة بغداد المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة أعلام داعش وفكره، بمشاركة جميع الصنوف الأمنية العراقية وبحضور ممثلين عن دول التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي. المؤتمر الذي يستمر ليومي 20 و21 من الشهر الجاري يسلط الضوء على منهجية محاربة فكر داعش وأعلامه ومحاربته على جميع الجبهات حتى القضاء عليه واقعا وفكرا. وتشارك فيه نحو 60 دولة عربية وأجنبية. وألقى كلمة الحكومة العراقية ممثل عن رئاسة الوزراء فالح الفياض مستشار الأمن الوطني الذي رحب بالحضور وأعرب عن شكره لجهود التحالف الدولي في القضاء على داعش ومحو آثاره. وفي كلمته بالمؤتمر حدد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض معالم سياسة العراق في الصراعات القائمة في المنطقة، مؤكدا أنها قائمة على أساس التعاون الإيجابي مع الجميع والابتعاد عن سياسة المحاور الاستعدائية. أيها الأخوة، سياسة الحكومة العراقية تقوم على أساس التعاون الإيجابي مع الجميع وعدم الدخول في التمحورات الاستعدائية للآخرين. نحن نسعى ليكون حاضرين في كل محفل إيجابي يؤدي إلى التفاهم ويؤدي إلى التعايش ويؤدي إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة وبين الدول وبين الشعوب. العراق اليوم تربطه علاقات جيدة مع مختلف الاتجاهات التي قد تكون متناقضة أو مختلفة أو متباعدة. هذا منهج مهم. وأيضاً العراق يرفض أن يكون أداةً أو منطلقاً للاعتداء أو الإضرار بالآخرين، وهذا مبدأ راسخ تكلم عنه السيد رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في أكثر مناسبة. هو سياسة ثابتة للحكومة العراقية بالتعامل الإيجابي، ونسعى لكي يكون العراق مساهماً ومشاركاً بل عاملاً من أجل خلق معادلة للاستقرار في هذه المنطقة من العالم تقوم على مبدأ التعاون الإيجابي وعدم الاستعداء وعدم الاحتراب. الفياض أكد أن السيادة العراقية هي الثابت الأساس والمرتكز الذي ينطلق منه العراق في كل تعاملاته الأمنية مع التحالف الدولي أو أي دولة أخرى، مجدداً التأكيد على رفض العراق لأي وجود بري أو قواعد أجنبية على أراضيه، وإنما مهمة القوات هي التدريب والاستشارات. نحن نقيم علاقاتنا مع الجميع من تحت سقف السيادة العراقية، ونتعاون في مجال محاربة الإرهاب ومجال التعاون في مجال التدريب والاستشارات وما شابه ذلك، وكل ذلك يجب أن يتم
تحت هذا العنوان حصراً، وطبعاً في ظل وسقف السيادة العراقية والبرلمان العراقي له الكلمة الأعلى. لكن نحن كحكومة عراقية نؤكد ونؤكد كما أكدنا مراراً وتكراراً بأن العراق إنما يدافع عن نفسه أولاً بشعبه ووحدته، وهذا ما تجلى في المنازلة الكبرى في محاربة داعش. تواجد التحالف الدولي إنما جاء تحت هذه العناوين: محاربة الإرهاب، التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، ولا قواعد عسكرية في العراق، لن نقبل بذلك ولن يكون وليس موجود هذه المعادلة، ولا وجود لقوات عسكرية أجنبية في العراق، قوات برية ما شكل ذلك. إنما ما تقبل به الحكومة العراقية وما اتفقنا عليه مع التحالف الدولي هو وجود آليات لمحاربة الإرهاب، ضرورات فرضتها المنازلة أيام المعركة في السنوات الأربعة الأخيرة. من جانبه أيد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد جوي هود ما ذكره الفياض، إنه لا وجود لقواعد أمريكية في العراق، وإنما هي قواعد عراقية يعمل فيها أمريكان وبطلب عراقي سيادي. القوات العراقية هي من حررت المدن من داعش وتواصل العمل مع شركائها في التحالف الدولي لمحاربته. لا قواعد أمريكية في العراق، ونعمل في قواعد عراقية وبالتنسيق مع بغداد وبطلب منها. الولايات المتحدة لا تمس السيادة العراقية بأي ضرر. قوات الحشد الشعبي والبيشمركة قدمت تضحيات كبيرة في الحرب على داعش إلى جانب القوات العراقية. قمنا مع التحالف الدولي بتجهيز وتدريب أكثر من 190 ألف عنصر من القوات العراقية. على الصعيد الاقتصادي، فإن السفارة الأمريكية جلبت نحو 50 شركة استثمارية للتعرف على العمل بالعراق وتوفير فرص عمل للعراقيين. نريد عراقا قويا آمنا مستقرا. المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل شون رايان حذر من خطورة عودة داعش إلى العراق، وفي تصريح خاص بقناة الفلوجة أكد رايان أن وجود قوات التحالف في العراق هو بطلب من حكومة بغداد لأنها ما تزال محتاجة إليه. نحن الآن في العراق لمساعدة القوات العراقية على تدمير بقايا داعش، لأنه ما يزال يمثل تهديدا، فالمهمة لم تنتهي بعد. لذا من الضروري الاستمرار بالعمل، لأن هذا كفيل بحماية الشعب العراقي. نحن هنا بدعوة من الحكومة العراقية ولا نمس سيادتها أبدا، وأعتقد أننا نوفر دعما جيدا لها، ونحن والقوات العراقية نشكل فريقا متعاونا بشكل جيد، وقد رأينا مؤخرا بوادر عودة لداعش، لذلك يجب أن نستمر بالتعاون. حاليا نرى جيوبا صغيرة لداعش في العراق، ولكن هذه الجيوب الصغيرة قد تؤدي إلى أضرار كبيرة إذا لم تعالج بحزم وقوة. قائد قوات الناتو في العراق الفريق الركن داني فورت من جهته أكد أن مهمة قواته في العراق هي التدريب وتقديم الاستشارات لتشكيلات وزارة الدفاع العراقية. مهمة الناتو في العراق هو لتوفير الاستشارات لوزارة الدفاع العراقية وتوفير التدريب للمدارس العسكرية في بغداد وغيرها، مع التأكيد على تدريب القوات العراقية وإعطاء التعليم العسكري المطلوب. لقد أكدت على ضرورة بقاء التدريب واستمراره ودعم وتطوير وتنمية الكوادر الضرورية لإدارة الحرب. المبعوث الخاص للأمم المتحدة رئيس فريق التحقيق بجرائم داعش كريم خان أكد مواصلة فريقه جمع الأدلة المادية التي تثبت تورط التنظيم الإرهابي بإراقة دماء العراقيين. سجلنا أمورا وفظائع تثبت تورط داعش بأدلة حقيقية في ارتكاب جرائم حرب في العراق. ما حصل في سبايكر وبادوش وتدمير المساجد والكنائس وغيرها كلها جرائم أيضا لا يمكن السكوت عنها. لدينا الآن فرصة حقيقية لخلق السلم في العراق وإعادة تاريخه العظيم. نشكر الحكومة العراقية لبذلها لفريق التحقيق بجرائم داعش كل الدعم والتسهيلات. العالم يلاحق داعش وإعلامه من أقوى جهاز إعلامي
إلى تنظيم من غير إعلام، إلا أن تراجعه لم يمنعه من التجنيد على الأنترنت. القصة الكاملة مع محمد الكويسي. خلال العامين الماضيين بدأ الجهاز الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي أكثر ضعفاً مما سبق، حيث كان يتباهى بأنه أقوى جهاز إعلامي في العالم الحالي. لكن سنوات قليلة مرت ليكتشف بعدها أنه أصبح بلا إعلام تقريباً. تقارير صحفية دولية كشفت تراجع النشاط الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي بنسبة 83%، وعزت التقارير هذا التراجع إلى خسارة التنظيم لمعاقله في سوريا والعراق واستهداف حساباته على الإنترنت من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. التقارير حذرت من أنه على الرغم من ضعف الجهاز الإعلامي إلا أن داعش ما زال لديه نشاط على الشبكة العنكبوتية لتجنيد عناصر متطرفة، خاصة من خلال خلاياه المنتشرة على شبكات المواقع الاجتماعية فيسبوك تويتر مثلا. ويعزو خبراء تراجع ماكينة داعش الإعلامية إلى خسارته الكهرباء والإنترنت وشبكة الاتصالات الهاتفية، حيث أضحت بصمة إعلام التنظيم الإرهابي باهتة ولم تنشر مجلة رومية الإلكترونية التابعة له منذ نحو سنتين، وانخفض عدد التغريدات والمشاركات على الفيسبوك وتراجع نشاط وكالة أعماق. وفقاً لرئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال جوزيف دونفورد، فقد أزال فيسبوك أو وضع ملصقات تحذيرية على ما يقرب من 2,000,000 رسالة متعلقة بهذا التنظيم ومجموعات إرهابية أخرى. لكن رغم ذلك ما زال داعش ينشر أشرطة مصورة. لمزيد من المتابعة معنا من بغداد ضيف الحصاد الإخباري صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب. أستاذ النعمان أهلا بك. ما كان داعش الإعلامية هل هي فعلا مخيفة إلى حد عقد مؤتمر بحضور دول عربية وأجنبية لمكافحة إعلان داعش وفكره؟ شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة الفلوجة الكرام. هذا المؤتمر هو المؤتمر الرابع لمحاربة إعلام داعش وفكره، سبق 3 مؤتمرات عقدت في بغداد. في كل من هذه المؤتمرات كان ظروف عقد هذا المؤتمر في مرحلة كان يعيشها العراق سواء أثناء عمليات التحرير أو بعد هزيمة التنظيم، والآن يأتي هذا المؤتمر في مرحلة مهمة جدا، ألا وهي مرحلة استكمال واستدامة النصر العسكري اللي تحقق لهزيمة التنظيم إعلاميا وفكريا ومحاربة هاي الأيديولوجية. التنظيم يعرف الجميع هو تنظيم خيطي، تنظيم له جذور وله أذرع ليس فقط داخل العراق، وعليه يجب أن يكون هناك تنسيق وخطط موضوعة، ليس فقط خطط معني بها العراق كون أن التنظيم والجريمة الإرهابية هي جريمة دولية، لكن نحتاج إلى تنسيق مع حلفائنا، نحتاج إلى تنسيق إقليمي ودولي لمحاربة هذا الإعلام، خاصة أن التنظيم لا يزال يستخدم حرية الفضاء السبراني وإمكانياته في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. لاستقطاب مؤيدين أستاذ النعمان. أستاذ النعمان. يستفاد منهم للتأثير على نعم، يبدو واضحا أنه تركيز إعلام داعش الإرهابي يعتمد بالدرجة الأساس على مواقع الإنترنت وكذلك على السوشيال ميديا. هل هناك يعني خطوات لمجابهة هذا الإعلام المتواجد على الإنترنت؟ هل هناك جيوش إلكترونية لمحاربته؟ يعني الخطوات الفنية موجودة سواء لدى الأجهزة الأمنية أو لدى الأجهزة المختصة، لكن المهم جدا هو كيف نؤسس لفكر وإعلام قوي ومضاد لهذا الفكر الإرهابي. هذه هي الناحية المهمة جدا. ليست هناك جدوى من أنك تغلق آلاف أو أكثر من مواقع التواصل الاجتماعي أو من الحسابات التنظيم مع عدم وجود فكر وإعلام قوي لمجابهة هذا الفكر الإرهابي. لذلك الغاية الرئيسية والمهمة الأساسية سواء للأجهزة الأمنية باختصاصها في هذا المجال أو للمنظمات والمؤسسات الأخرى هو كيف أن نبلور
فكر قوي بالضد من فكر داعش الإرهابي، كيف نحصن المجتمع العراقي والشباب من التأثر بأيديولوجية التنظيم وإعلام التنظيم. يعني التنظيم خلال هذه الفترة مثل ما أشار تقريركم هو انحسر في ناحية المنشورات، سواء وكالة أعماق أو المجلات، يقتصر حاليا فقط على صحيفة النبأ. هناك استهداف واستمكان واعتقال لعناصر مهمة جدا في هذا التنظيم، كانت مسؤولة عن الجانب الإعلامي والنشر الإعلامي، قد نعلن عنهم في الفترة المقبلة إن شاء الله. أستاذ النعمة، التنظيم أيضا انحصرت موارد المالية، نعم، وهذه كلها أثرت على قدرة التنظيم الإعلامية. في المقابل أيضا هناك يعني عمليات اعتداء على المواطنين، من اختطاف، من قتل لعراقيين في أماكن معينة قد تكون خارج سيطرة السلطة، لكن الأمم المتحدة واشنطن تحذر أيضا من خطورة عودة داعش. إلى أي مدى هذا التحذير واقع على الأرض برأيك؟ يعني يجب أن نكون على يقظة من قدرة التنظيم، لكن حديث عن أن التنظيم قادر على العودة بقوة كما حدث في السابق، هذا موضوع ضرب من الخيال. قوات الأمنية محكمة سيطرتها على المواقع وعلى المحافظات، سيطرة هناك على الحدود، تعزيز هذه الحدود بين فترة وأخرى. هناك جهاز مكافحة الإرهاب الذي عاد إلى مهامه الرئيسية ومهماته وعملياته الخاصة، هو لديه عمل يومي يستهدف به المناطق اللي يتواجد فيها بقايا هذا التنظيم وما يسمى بالخلايا النائمة أو بقايا الإرهابيين اللي يستفادون من وعورة المناطق وصعوبة تضاريس مناطق اللي يتواجدون فيها. لدينا كعمليات خاصة وكجهاز مختص بهكذا نوع من العمليات، عمل على الأرض في الصحراء وفي شمال ديالى، وألقينا القبض على أعداد مهمة، نعم، من هؤلاء التنظيم، وقتلنا أيضا أعداد كبيرة. هذه ستعطي رسالة اطمئنان للمواطن الذي هو بدوره قد عاد النظرة والرؤية للقوات الأمنية في فترة كان هناك فجوة بين القوات الأمنية والمواطنين. الآن المواطن لديه ثقة كاملة بالقوات الأمنية، سنعززها إن شاء الله بالتدريب والتنسيق والتنسيق الاستخباري، نعم، والاحتكاك المباشر مع المواطنين. صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا. الأخبار مستمرة. جدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفي وجود قواعد عسكرية أجنبية في العراق باستثناء معسكرات عراقية مشتركة، مبينا أن معسكر للجيش التركي في بعشيقة خارج هذا الموضوع. لا توجد لدينا قواعد أجنبية في العراق، كل القواعد الموجودة على الأرض العراقية هي قواعد عراقية. نعم هناك معسكر بعشيقة، وهذه مشكلة أخرى خارج هذا الموضوع، نحن نحاول أن نحله أيضا مع الجانب التركي، هذا لا علاقة له بهذا الأمر. نحن نراجع، نقوم بكل الأعمال، هذه ليست أمور صغيرة تخفى، هذا ما واجبنا نحن نقوم به ونعلنه للجمهور. إما إذا اتخذ مجلس النواب، هم الأمريكان دي يصرحون دي يقولون إذا اتخذ قرار إحنا ما نبقى، مو بس إحنا نقرر، مجلس النواب سلطة عليا. لكن أيضا الكلام كثير بهذا الشكل مع قوات أجنبية الآن تعمل بهذا الإطار، إطار عمل القوات الأمريكية أو الأجنبية في العراق هو فقط محاربة داعش وتدريب القوات العراقية وتقديم النصح لها. رئيس الوزراء قلل من النتائج التي خرج بها مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الولايات المتحدة، موضحا أن التصريحات الأخيرة للسفارة الأمريكية لدى بغداد تؤكد عدم نية واشنطن شن حرب على إيران. مؤتمر وارسو، والعراق لم يحضر هذا المؤتمر، حقيقة لم يصدر عنه شيء كبير، لم يصدر عنه شيء ملفت للنظر، عدا يعني حضور نتنياهو وبعض الأطراف، لكن كل المؤشرات في المنطقة تشير إلى حالة من التعب من الحرب والتعب من الحروب المحلية. اليوم
حتى العلاقات اللي موجودة بين الأطراف المختلفة عن الدور الأوروبي في المنطقة أصبح يختلف عما كان عليه سابقا. هناك عدد من المؤشرات مهمة للذهاب إلى تسويات حتى العلاقات فيما يخص العقوبات أو بين إيران والولايات المتحدة. إذا أخذنا تصريحات اليوم السفارة الأمريكية تتكلم بمنطق أن نحن لا نريد أن نشن حرب، في حين كان سابقا يروج أن بالإمكان أن يستخدم مثلا وسيلة الحرب للتعامل فيه. فالعكس هو صحيح، العكس أن المنطقة قد تكون تدخل الآن في مرحلة تسويات واتفاقات سياسية. هذا وأقر مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استراتيجية مكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب التي قدمتها مستشارية الأمن الوطني. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فإن مجلس الأمن الوطني اطلع على تقرير تفصيلي لجهاز مكافحة الإرهاب عن الوضع على الحدود العراقية السورية والإجراءات المتخذة ومستوى الجهد الاستخباري والأمني والمراقبة والتنسيق الدائم بين القطاعات العسكرية، إضافة إلى استمرار عمليات البحث وملاحقة عناصر داعش في المناطق الصحراوية المحاذية ومراقبة الشريط الحدودي لمنع أي عمليات تسلل نحو الأراضي العراقية. إلى ذلك، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن بدء ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في منطقة باغوز السورية قرب الحدود مع العراق بالهروب، مع قرب تنفيذ ميليشيات المحلية الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة هجوما على المنطقة. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مشاحنات واشتباكات بدأت تظهر بين مقاتلي داعش في الباغوز السورية، إضافة إلى هروب كثير من العائلات والمدنيين منها بدفع أموال للمهربين. وبحسب الصحيفة فإن الكثير من مقاتلي التنظيم قرروا تسليم أنفسهم للميليشيات المحلية، في حين ما زال البعض يواصل القتال، وقرر آخرون التفاوض من أجل الخروج من المنطقة إلى مكان آخر. وجه الرئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي خلال زيارته للموصل بإدامة التواصل والعلاقة الجيدة مع المواطن، كاشفا عن تشخيص بعض الخروقات التي تؤثر سلبا على أمن واقتصاد المواطنين، مؤكدا إصدار أوامر مشددة لمعالجة تلك الخروقات. مراجعة خطط الانفتاح، وأصدرنا بعض التوجيهات بخصوص علاقة القوات الأمنية اللي نعتبرها جيدة مع المواطنين والاستمرار على إدامتها، ويكون شعار القوات الأمنية أمن وخدمة المواطن. أيضا هناك خطة أمنية جديدة للانفتاح ضمن قاطع المسؤولية تم مناقشتها مع الإخوان. كان تقييمنا للوضع إن شاء الله جيد جدا. أكو بعض الأمور اللي قد تناولتها قسم من الشبكات الإعلامية أو ما إلى ذلك بخصوص بعض الحالات اللي قد تستغل أيضا في محافظة نينوى، حطينا النقاط عليها وأصدرنا بأوامر مشددة بمعالجة كل شيء يسيء إلى سمعة القوات الأمنية ويمس بأمن واقتصاد المواطن. الغانمي أكد سيطرة القطاعات المشتركة العراقية على الحدود مع سوريا بشكل كامل، كاشفا عن تنفيذ عمليات خاطفة من قبل قوات عسكرية متنقلة عبر طائرات مروحية مجهزة لاستهداف خلايا داعش في عمق الصحراء الغربية. أكدنا على مسك الحدود من جهة الجانب السوري، خصوصا العمليات الآن الدور هناك في تلك المناطق في داخل الأراضي السورية. قوات ماسك الحدود بشكل سليم وشكل جيد. الحد البارحة نحن ماسكين وضمن قاطع اللي كنا به اليوم 24 متسلل من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية، كان من جملتهم 5 رجال، 4 من قادة داعش تم حالتهم إلى القضاء المختص. إذن إذا يوجد هناك تسلل
لعناصر محدودة ومسيطرة عليها يلقى القبض عليها، وإن دخل الأراضي العراقية قد يستغل الوديان أعداد منفردة تلاحقهم قطعات العمق، ولدينا قطعات مدربة إن شاء الله. أيضا عندنا قوات مرتبة في قاطع عمليات غرب الأنبار محمولة بالسمتيات، تسوي انزالات بمناطق معينة، قوة مجهزة تجهيز خفيف تقدر أن تداهم تلك الأهداف إن وجدت في الصحراء. أعدم تنظيم داعش الإرهابي 6 من مختطفي صحراء قضاء النخيب، فيما استقبلت دائرة الطب العدلي في كربلاء جثامينهم في ساعة متأخرة من ليل أمس. وقال مراسلنا إن جثامين الشهداء 6 من مختطفي النخيب ومن أبناء محافظة النجف وصلت للطب العدلي بمستشفى الحسين في كربلاء، وفيما حمل ذوو الضحايا الجهات الأمنية مسؤولية عدم تأمين المناطق الصحراوية. يبقى مصير المختطفين الآخرين مجهولا إلى الآن، وكانت العمليات المشتركة قد أكدت اختطاف 12 مدنيا من صحراء قضاء النخيب قبل يومين، فيما قال أحد ذوي الضحايا إن عدد المختطفين يزيد عن 40 شخصا. الشهداء اللي وصلوا لحد الآن هو الأعداد طبعا باستمرار جاي تجي، بس احنا ولد عمنا وأخواتنا اللي انغدروا بنخيب قضاء نخيب هم 7 نفرات، 6 من عندهم استشهدوا، ساعتهم وصلتنا جثثهم هساب قضاء العدل بالش اسمه الطب العدلي، وواحد من عندهم مفقود طبعا لحد الان ما وصلتنا اخباره. 6 حالة موجود عندنا من محافظة النجف من مدينة الحيرة، 6 استشهدوا و3 كبار بالسن، 3 كبار بالسن و2 صغار. المفروض هي المنطقة المؤمنة يمنعون الشعب، يقولوا لا تعبر هذا الشارع اذا ما بي امان، أمن عقل لهذا المكان مو أمين، يعني ما أخلي هاي ناس الأبرياء تروح شيء. في تصريح خاص به قناة الفلوجة أكد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة أكد استمرار البحث والتحقيق بخصوص مختطفين نخيب. مختطفين 12 تم تحرير 5 من عندهم، القوات العسكرية مستمرة بعملية البحث ل يعني انقاذ ما تبقى من المواطنين، لكن يعني اعتقد ان هناك عمليات قتل ايضا صارت باتجاه المختطفين. نحن في طور استكمال كل التحقيقات، وان شاء الله بعد الاستكمال نعلن عنها بشكل مباشر. في بغداد اعتدى مسلح يدعي انتسابه الى الحشد الشعبي على جمع من المواطنين قرب جسر النهضة، وذلك باطلاق النار عليهم من سلاحه، مما تسبب في اصابة 2 بجروح. وقال شهود عيان ان احد الاشخاص الذين يدعي انتسابه الى الحشد اطلق النار باتجاه مجموعة من المواطنين، ما ادى الى اصابة 2 منهم، وعلى خلفية ذلك القت دورية من النجدة القبض عليه، وتبع ذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على دورية النجدة وإطلاق سراح الشخص المعتقل بالقوة. إلى ذلك نفى الحشد الشعبي أن يكون منفذ اعتداء النهضة أحد عناصره، مؤكدا أنه لا ينتمي للحشد بأي شكل من الأشكال. هيئة الحشد وفي بيان قالت إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده قيام شخص بإطلاق النار باتجاه المواطنين ضمن منطقة النهضة وإصابة شخصين، مدعين الانتماء إلى الحشد الشعبي، وعند قيام دوريات النجدة باعتقاله حضر زملاؤه إلى موقع الحادث وحرروه من أيدي الشرطة، وعند التحقيق تبين أنه لا ينتمي إلى الحشد الشعبي. وأضاف البيان إن وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات المطلوبة في حق هذا الشخص. وزارة الداخلية من جانبها أكدت دعمها لجهود هيئة الحشد الشعبي بإغلاق المقرات غير المرخصة والتي تنتحل صفة القوات الأمنية في العديد من المدن. الأخوة في قيادة الحشد الشعبي هم مؤسسة أمنية ومؤسسة تعمل بالتنسيق مع كل المؤسسات الأمنية الأخرى، ولديهم خطوات مدروسة وتنسيقهم مع باقي التشكيلات الأمنية ومنها وزارة الداخلية. حسمت محكمة القضاء الإدارية الجدل بشأن انتخاب محافظ بغداد بالحكم لصالح انتخاب فلاح الجزائر محافظا للعاصمة، عقب دعوى قضائية أقامها فاضل الشوالي عضو المجلس الذي انتخب محافظا أيضا قبل الجزائري. وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة القضاء الإداري واطلعت عليها قناة الفلوجة أن القضاء الإداري حكم لصالح انتخاب فلاح الجزائر محافظا لبغداد، وذلك عقب دعوى قضائية أقامها فاضل الشوالي
عضو المجلس الذي انتخب محافظا أيضا قبل الجزائري. كما حسم القضاء الإداري الجدل بشأن محافظ كربلاء وأصدر قراراً برد قرار مجلس المحافظة القاضي بإقالة المحافظ عقيل الطريحي. وجاء في وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الإداري اطلعت عليها الفلوجة إن محكمة القضاء الإداري ردت قرار مجلس كربلاء بإقالة المحافظ عقيل الطريحي، ونبهت إلى أن إبلاغ المحكمة للمجلس بشأن رد الإقالة لم يكن رسمياً وإنما تم عبر اتصالات هاتفية. في موضوع آخر، وبعد كشفه قبل فترة عن نقص حاد بالأدوية الأساسية المنقذة للحياة في البلاد، أكد وزير الصحة علاء العلوان عمل وزارته على توفير هذه الأدوية بشكل طارئ واستثنائي ومحاولة تفادي الإجراءات المعقدة المتبعة في شراء الأدوية. الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة التي يجب توفيرها دون تأخير. احنا لما نتكلم على الأدوية الأساسية نتحدث عن حوالي 550 مادة دوائية، نتحدث فقط عن الأدوية الأساسية اللي هي منقذة للحياة وفي نفس الوقت هي الأدوية التي تستخدم لعلاج الغالبية العظمى من الحالات المرضية. هذه الأدوية ينبغي أن تكون متوفرة باستمرار. للأسف الشديد كما ذكرت الوضع الحالي غير مشجع على الإطلاق، لكن لدينا الآن دراسة حول هذا الموضوع ونعمل على مسارين. المسار الأول أنه العمل على توفير هذه الأدوية بشكل استثنائي وطارئ. اتخذنا إجراءات استثنائية بالذات بالنسبة لبعض الأدوية المهمة مثل أدوية اللوكيميا، هناك حديث عن أدوية اللوكيميا والثلاسيميا، هناك عقود أطلقت وتمت تغطيتها حاليا منذ أكثر من شهر بهذا المجال، وبلغنا الشركات المنتجة بإرسال أيضا شحنات طارئة أو تأمين هذه الأدوية بطرق استثنائية. في السياق ذاته كشف العلوان عن حاجة وزارته إلى ملياري دولار من أجل تغطية الأدوية الأساسية كافة، فيما أوضح إن ما حصلت عليه وزارته من موازنة هذا العام لا يسد الحاجة، خصوصا في ظل وجود ديون لصفقات أدوية سابقة تقدر ب 400 مليون دولار. نحتاج إلى مليارين من الدولارات لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية من الأدوية فقط، ونتحدث لازلنا نتحدث عن الأدوية الأساسية بالمناسبة اللي هي 550 دواء اللي حصلنا عليه وفق موازنة 2019، هو الحقيقة مليار و300 مليون دولار للأدوية، بس مو بس للأدوية، هذه أيضا للمستلزمات الطبية وأيضا لكل الأجهزة. هناك جزء كبير من هذه الميزانية سوف يستخدم لتغطية ديون سابقة والتزامات مسبقة تفوق حوالي 400 مليون دولار. مشاهدينا الكرام، حصادنا مستمر وتتابعون فيه بعد قليل. على خطى التعليم، إضراب عن العمل للكوادر الصحية في ثلاث محافظات عراقية. انتقلت عدوى الإضراب عن العمل إلى الصحة، حيث بدأت الكوادر الصحية في ثلاث محافظات بإضراب عام عن العمل داخل المراكز الصحية والمستشفيات للمطالبة بزيادة مخصصاتهم المالية. وقال مصدر طبي إن محافظات ميسان وواسط وذيقار دخلت كوادرها الصحية بإضراب عن العمل وعدم استقبال المراجعين، مبينا أن المضربين طالبوا برفع التسكين في الرواتب وزيادة الخطورة من 50% إلى 80%، إضافة إلى شمولهم بتوزيع قطع الأراضي للمنتسبين إلى وزارة الصحة. مطالبنا، أبرز المطالب هو رفع بدل الخطورة من 50% إلى 100%، أسوة بالأطباء والمخدرين والصيادلة الذين يعملون نفس المكان ويتعرضون للخطورة ذاتها. من أهم مطالب وزارة الصحية رفع التسكين، رفع زيادة الخطورة من 50% إلى 100%، نظام التأمين الصحي، نظام توزيع قطع الأراضي اللي هو لحد الآن تقريبا 11 و12 و13 سنة أبد ماكو توزيع قطع أراضي، كذلك احتساب الشهادة الأعلى دون تغيير الدرجة أو تأثير على الدرجة، احتساب الخطورة، رفع التسكين، كل هذه الأمور
تتلخص به هي مطالب المهن الصحية. خرجنا اليوم احنا اعتصام وضرب سوينا على مود تحقيق مطالبنا، لم يتم تلبية مطالبنا من قبل الوزير، ونرجو من الوزير رفع التسكين وتوفير قطع أراضي والخطورة ترفع الخطورة مالتنا 100% أسوة بالأطباء والصيادلة، وبما أنه احنا معرضين لأمراض معدية وانتقالية، ورفع التسكين وخطورتنا 100%. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة البصرة مقطع فيديو يظهر تذمر جمعا من المواطنين المراجعين لأحد المراكز الصحية خلال فترة إضراب الكوادر الصحية عن العمل. هاي الأطباء مسوين إضراب الناس الفقراء، هاي الناس الفقراء الله برا واقف. هاي هذا الدكتور مسوي إضراب، لا تصور مباشر، هذا الدكتور مسوي إضراب. زين هذا اللي ما عنده راتب، الفقير الملاقية اللي ما ياكل، شو يسوي هذا؟ إلى الله هذا. إضراب مجمد لفترة قصيرة، وقد تغلق المدارس أبوابها قريبا إذا لم تأخذ الحكومة مطالب نقابة المعلمين على محمل الجد كما تؤكد النقابة، فيما وعدت الحكومة بحل الأزمة قبل أن تتفاعل، لا سيما وأن نقابات أخرى دخلت أيضا على خط الإضراب، تقرير يسلط الضوء. لا تعليم دون حقوق، شعار رفعه معلمو العراق وتم تطبيقه بإضراب عام لمدة يومين قابل للتمديد. لأول مرة منذ سنوات طويلة يعود دور النقابات فاعلا في العراق. إضراب شمل معظم محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان للمطالبة بحقوق الهيئات والكوادر التعليمية وتحسين آلية ومناهج التعليم وبناها التحتية، إضافة إلى الصراخ عاليا بوجه التدخل السياسي في المهنة والإضرار بها. هؤلاء أبطال باستطاعتهم أن يسقطون هذه الحكومة بيوم واحد في حال لم تستجب إلى مطالبهم. إلى متى نبقى احنا ساكتين؟ يعني سكتنا هاي السنين كلها، غير التدخلات مجالس المحافظات، تجي للتنسيب والنقل، أصلا ما يختارون رأي المدير، تجي المدير آخر من يعلم، نفذ وبعدين ناقش. يعني مصلحة المعلم هو يصب في مصلحة البلد. رسالة المعلمين وصلت إلى الحكومة، ودخلت ضمن ما وعد رئيس الوزراء بحله من أزمات ومشاكل في البلاد، في وقت حذرت فيه نقابة المعلمين من إضراب طيلة ما تبقى من العام الدراسي في حال عدم تحقيق مطالبهم. السيد وزير التربية بالوكالة التقى، عدد من المسؤولين التقوا، نحن سنلتقي أيضا لنقابة المعلمين وسنحاول تلبية المطالب العادلة والتي في مقدورنا المضي قدما في تنفيذها. ولأنه خبير في التعليم وأساس لكل شيء، فتح المعلم الباب على مصراعيه أمام النقابات والمهن الأخرى في البلاد للشروع باحتجاجات وإضرابات من أجل استحصال الحقوق التي يبدو أنها صارت تؤخذ غلابة، بعد أن نص على معظمها الدستور حقا شرعيا وواجبا على الجهات المعنية تنفيذه، لا سيما فيما يخص الأمن والعلم والصحة وباقي الحقوق العامة للفرد. كشفت بعثة يونامي في العراق عن رغبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة قريبة للعاصمة بغداد. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في البلاد جينان هينس ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، جرت خلاله مناقشة مجمل التطورات السياسية والجهود الأممية الداعمة للعراق والتعاون بين الطرفين في مجال إزالة الألغام والمتفجرات. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تعزيز التعاون التجاري مع دولة الكويت، مشددا على أهمية متابعة ما تم إقراره في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق. جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان والوفد المرافق له، حيث أبدى رغبة العراق الجادة في الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي والدولي بما يعزز مكانته ويحقق تطلعات شعبه، مشيدا بمساهمة الكويت في مساعدة النازحين وإعمار المناطق المتضررة. من جانبه أكد الوزير الروضان حرص بلاده على تطوير العلاقات مع بغداد واستعداد الشركات الكويتية للاستثمار وتأهيل البنى التحتية في العراق.
أشاد مجلس الأمن الدولي بدعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار، ورحب بالجهود العراقية للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقراراته ذات الصلة. مجلس الأمن الدولي أعرب عن تقديره ودعمه للجهود المتواصلة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في تنفيذ قراره بشأن الحالة مع الكويت، كما رحب بالعلاقات الثنائية القوية بين الدولتين، منوها بتعاونهما المستمر بخصوص البحث عن المفقودين الكويتيين، وأشاد بالجهود الإيجابية لوزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الذي وصفه بالإنساني المهم، إلا أنه لم يتطرق إلى المفقودين العراقيين. وينوه مجلس الأمن بالعلاقات الثنائية القوية بين العراق وبين الكويت، ويشيد بدعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار. ويرحب المجلس أيضا بجهود العراق من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ينوه مجلس الأمن كذلك بالتعاون الجاري بين العراق وبين الكويت في البحث عن المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، وبالجهود الإيجابية التي تبذلها وزارة الدفاع العراقية في هذا المسعى الإنساني المهم. مجلس الأمن الدولي ركز على أهمية الزيارة الخاصة التي قام بها رئيس الجمهورية برهم صالح إلى الكويت للقاء أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح بغرض تسليم شحنة من الممتلكات الكويتية، داعيا العراق لبذل المزيد من الجهود لتكثيف البحث لا سيما عن المحفوظات الوطنية المفقودة الخاصة بالكويت. اعتماد البيان الرئاسي اليوم حول قضيتي الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات هو تأكيد بأن هذه المسائل بما فيها طبعا الأرشيف الوطني من الالتزامات الرئيسية المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. نتفهم طبعا بأن هذه المسائل لا تمس السلم والأمن الدوليين، ولكنها من المسائل الإنسانية والآثار التي تبقت بعد الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، ولم يتم الانتهاء منها أو إغلاق هذه الملفات. المجلس أشاد بدعم حكومة الكويت المتواصل للعراق في جهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار، ورحب بالجهود العراقية للوفاء بجميع الالتزامات المتبقية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وثمن بشكل خاص الخطوات الهامة التي اتخذها البلدان مؤخرا لتنشيط العمل على هذا الملف. الخبر الأخير من إقليم كردستان، حيث أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم قرارا بإيقاف تصدير نفط الإقليم ومشتقاته إلى إيران بالصهاريج عبر منافذ الإقليم الحدودية. وتم منع الشركات النفطية التي كانت تنقل المنتجات النفطية مثل النفط الأسود والنفاثة والمكثفات النفطية وغاز البترول السائل من التصدير إلى الجانب الإيراني. وأكد مدير جمارك معبر باشماخ الحدودي شاخوان بكر أن الوزارة أوقفت تصدير النفط من منافذ باشماخ وبرويز خان وحاج عمران. إجلنا قرار من وزارة النفط لإقليم كردستان عبر المديرية العامة للجمارك إقليم كردستان، وصدروا قرار بوقوف تصدير النفط من منافذ باشماخ وبرويز خان وحاج عمران لإيران. إذن مشاهدينا الكرام، ختام هذا الحصاد نذكركم بأهم عناوينه. ولا قواعد عسكرية في العراق، لن نقبل بذلك ولن يكون وليس موجود هذه المعادلة. الفياض ينفي وجود قواعد أجنبية بالعراق ويرفض أن تكون بغداد منطلقا للاعتداء على الجوار. التحالف الدولي يحذر من عودة داعش، والغانمي يكشف عن عمليات مضادة بعمق الصحراء. كربلاء تستقبل جثامين مختطفين نخيب، وذوي الضحايا يحملون الجهات الأمنية المسؤولية.
الأدوية الأساسية والمنقذة الحياة التي يجب توفيرها دون تأخير. احنا لما نتكلم على الأدوية الأساسية نتحدث عن حوالي 550 مادة دوائية. نقص الأدوية يهدد آلاف العراقيين، الصحة تكشف شحا في الأدوية المنقذة للحياة. الفلوجة تي في لمزيد من المتابعة، هذه تحيات غرفة أخبار الفلوجة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. We'll be right back.